إيفانا، طاقة اسمك رقم 8، طبعه ناري، كوكبه زحل، الحجر الكريم الملائم، العقيق اليماني، يوم السعد، السبت. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة العنكبوت. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا قدوس، يا جبار، يا غفور، يا حسيب، يا قوي، يا حميد، يا صمد، يا قادر، يا ظاهر، يا باطن، يا مانع، يا حفيظ. أنت فتاة ذات شخصية قوية، لديك براعة وإتقان في العمل، تعشقين التحدي والمغامرات، أنيقة المظهر، سخية وكريمة، مثالية التفكير، ونظرتك للحياة حكيمة، طيبة القلب، حساسة، طموحة، مصلحة اجتماعية، سخية وكريمة. تجيدين تسيير الأمور وتخطيطها. تحملين عنصرين في اسمك: عنصر النار وعنصر التراب. لديك روحانية عالية، كما لديك صفر في حياتك. تعترضك عدة نحوسات وعراقيل في حياتك الزوجية. لا يخدمك الحظ في كثير من الأمور. عليك بالاعتماد على الله أولاً، وعلى سعيك وجدك واجتهادك في تحقيق أهدافك وطموحاتك. قليلة الحظ مادياً، واضبي على كثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد، وإن شاء الله تعيشين حياة رائعة. والله أعلم، والله الموفق.